النهاردة في فقرة قوتنا الناعمة هنتكلم عن فنانة ليها حضور وكاريزما مختلفة ودايما شاطرة ويعني تقدر تقدم لجمهورها السهل الممتنع. هي ممثلة ومنتجة وكاتبة وإعلامية وقبل كل ده كوميديانة من الطراز فريد. هي صاحبة السعادة سعاد يونس اللي النهاردة بيوافق ذكرى ميلادها. خلينا مع بعض نتابع ونشوف. فنانة متعددة المواهب، ممثلة ومنتجة وكاتبة وإعلامية، وقبل كل ذلك كوميديانة من طراز فريد. هي صاحبة السعادة إسعاد يونس الذي يوافق اليوم ذكرى ميلادها. ولدت إسعاد حامد جمال الدين يونس الشهيرة بإسعاد يونس في القاهرة في 12 من إبريل عام 1950 لأب يعمل طياراً حربياً ثم صحفياً في مؤسسة روزال يوسف. تخرجت إسعاد يونس من معهد الإرشاد السياحي عام 1972 وقررت التقدم لامتحانات الإذاعة المصرية، وبالفعل نجحت وأصبحت مذيعة ومعدة في إذاعة الشرق الأوسط. كانت انطلاقة إسعاد يونس الحقيقية في الفن عندما اختارها الفنان سمير غانم لتشاركه بطولة مسلسل حكاية ميزو في 1977، وجسدت في أحداثه شخصية صفيناز عبد الغني مع فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد أباظة ومن تأليف لينين الرملي. وقدمت أول أدوارها المميزة في المسرح في عام 1979 من خلال دور أساسي في مسرحية الدخول بالملابس الرسمية، والتي جسدت فيها شخصية سعيدة مبارك مع أبو بكر عزت وسهير الببلي. اختارتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا لتكون إحدى ممثلات فرقتها، فشاركت في مسرحيات روبابيكيا والثعلب فات. ومع بداية فترة الثمانينيات انطلقت إسعاد يونس لتحقق انتشاراً ملحوظاً وأداءً مختلفاً في العديد من الأعمال، مثل فيلم استقالة عالمة الذرة ومسرحية عروسة جنن وفيلم يا رب ولد، وكذلك فيلم مغاوري في الكلية، بالإضافة إلى ناس هايصة وناس ليصة. وفي عام 1985 خاضت إسعاد يونس أولى تجاربها في الكتابة السينمائية من خلال فيلم المجنونة، التي كتبت القصة والسيناريو والحوار فيه وشاركت في بطولته إلى جانب محمود عبد العزيز ومها أبو عوف. وكتبت كذلك قصة وسيناريو وحوار مسلسلها الأشهر بكيزة وزغلول في عام 1987.